عندي الأخ راح أقرأ ثانية. هذه الثانية كتبتها البارحة، اسمها كلنا خل نبني العراق. خل نبني العراق ونعلي بنيانه بعد ما هدم الطاغي وخرب إنسانه. خل نبني العراق، ساعد يش تساعد عراقيين اسمنا وعاش اللي سمانا. خل نبني هذا البيت ونعلي أسواره ويكتب لنا التاريخ عراقي وبنى دار مرمر من قلاوة والجص يجي من أربيل والمي من الأهوار وطابوق العمارة. مرمر من قلاوة والجص يجي من أربيل والمي من الأهوار وطابوق العمارة، ومن النجف حفنة من تراب الحسين يتبارك البنيان وتتقدس أحجاره، ونجيب ألف تذكار من الدير من القوش وجراس الكنائس ترحب بزواره. ونقوي أرض البيت ونصب أساسها صب، ونسلح بشلمان واللي يصب حلاوي، ونطعم بأخشاب من النخل تطعيم واللي يطرز فنان معروف بصراوي، واللي يلبخ الحيطان لباخ بن لباخ، واللي يصبغ للبيت صبال كوتاوي، ومن يخلص البنيان نحتفل نفرح بي والعشاء يمي وسير لا تقولوا مصلاوي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.